Today we are going to explain chapter 13, which is talking about the leadership, management, and motivation. Already chapter ده سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة. Already يعني most of concepts already خدتوها في business 110. ف يعني ما فيش حاجة هتبقى صعبة عليكم إن شاء الله. Leading for results. Management involves far more than planning, implementation, and the exercise of coordination and control. If an organization is to operate successfully in the wider environment, effective leadership and management of people, informed by an understanding of what motivates people to work, will be vital to an organization's ability to meet externally imposed competitive demands and pressures. طيب حتة الـ leadership وإن أنا أليد some people هي مش مقتصرة بس على الـ planning والـ implementation، ان انا اعمل بلان وامبلمنت البلان ديت واكسرسايز الكوردينيشن والكنترول اند اكسرسايزنج باور اوفر بيبل. هي مش مقتصره بس على كده، هي مقتصره ان انا عايز يبقى في وين وين سيتويشن، علاقتي بالامبلويز الموظفين تبقى علاقه فريندلي، تبقى علاقه يعني اقدر ان انا انفلونس، ان انا اقنع او ان انا اكونفنس الانجليز بالفيجن بتاعتي بالرؤيه بتاعتي. تمام، لان احنا كلنا بنشتغل توورد ايه الجولز بتاعتنا، ان احنا تو اتشيف الجولز والاوبجكتيفز بتاعت الشركه. تمام، طيب مطلوب مني انا ايه كليدر؟ الافكتيف ليدر المفروض منه ايه ومطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان هو تو مانج بيبل. همانج بيبل بقى مش باني اكسرسايز باور اوفر ذم، لا لازم اموتيفيت بيبل. اوكي، واعرف ايه اندرستاند فيري ويل وات موتيفيتس بيبل، ايه اللي يشجع ويحفز الموظفين تو ورك عشان يشتغلوا. علشان انا موجود في بريشر رهيب، انا في عندي انترنال بريشر واكسترنال بريشر، واهمهم او يعني الثريتس والاوبورتيونيتيز، واهم حاجه زي ما كنا بنشرح في الشابتر اللي قبل اللي فات كنا بنتكلم عن الوايدر او الفار انفايرمنت الاكسترنال انفايرمنت، ودي اللي بيجي منها البريشر والكومباتيتيف ديماند اند بريشرز. تمام، دي اللي بيبقى الحقيقه الاكسترنال انفايرمنت بتبقى انسرتن، بيبقى في طبعا كومبيتيشن، هاي ليفل اوف كومبيتيشن، فبيبقى البريشر جاي من الاكسترنال انفايرمنت اكتر من الانترنال انفايرمنت. فهنا اي هاف تو اندرستاند ذا امبلويز نيدز ذير اكسبكتيشنز، توقعاتهم ايه towards the company will work with tasks with responsibilities will job advancement and so on. فلازم اموتيفيت بيبل علشان كلنا نشتغل على الاكسترنال بريشر اللي احنا اوريدي بنتعرض له. يعني احنا without people you cannot work. Without people كشركة بقى وكمانجرز وكده ما مش هنعرف نشتغل. تمام، فلازم افهم كويس قوي ايه النيدز والوانتس بتاعت الانكريز دي، ايه هاو تو ريتين امبلويز، ازاي اريتين الامبلويز وازاي احافظ عليهم وازاي اخليهم لويال للكمباني بتاعتي. تمام، ما هو زي ما في كاستمر لويالتي في حاجه اسمها امبلوي لويالتي،
ان انا اخلي الاريتين الامبلوي وان انا اخليه ما يفكرش ان هو يليف ويمشي ويسيب الشغل، تمام، لان انا محتاجه، محتاج للاكسبيرينس بتاعته، محتاج للسكيلز والكواليفيكيشنز اند سو اون. وبيبقى صعب على الشركه انها تسيب شخص اكسبيرينس وريدي فهم الشغل وعرف التكنيكس وعرف ازاي يكنترول ويكوردينيت البيزنس اكتيفيتيز والامبلويز اند سو اون. فبيبقى صعب ان انا اسيب شخص زي ده ان هو يمشي ويليف بسهوله يعني. فعشان احافظ عليه وما اخلوش يمشي ويسيب الشغل، فانا محتاج ان انا اموتيفيت ذيس امبلوي. اوكي، موتيفيشن طبعا هيبقى جاي طبعا من خلال الريوردز، تمام، الانسنتيفز، ممكن طبعا في فاينانشال ريوردز، المكافئات الماليه، من ناحيه بقى الابريشيشن والريكوجنيشن، وان انا احسسه ان هو فاليود وان هو ريكوجنايزد وان هو رايه مهم وهو احسسه بالاونر شيب، انت اونر، انت يعني يو ار ا بارتنر رادر ذان ا وركر. كل ده هيحفز، هيموتيفيت الامبلوي، هيحفزه توورد الجول، تمام، ان هو يشتغل على الجولز والاوبجكتيفز تو ساتسفاي ذيس اوبجكتيفز اند جولز. فهي دي الفكرة كلها. الفكرة كلها مش أنا كمانجر، مش أنا كليدر إن أنا بس بكنترول وبكوردينيت وبمانج وببتدي أعمل الستافينج وابتدي أعمل ماشي وأعمل بلان ماشي، أنا كل ده بعمله أوكي تمام. بس الفكرة بقى إزاي أنا همانج الإمبلويز، إزاي أنا هموتيفيت الإمبلويز دي، تمام. ما ينفعش إن أنا إكسرسايز power over them. ينفعش ان انا يبقى لو فاكرين في البيزنس 110 لما كنا بنتكلم على theory X اللي كانت بتتكلم عن people dislike to work، اوكي، ما بيحبوش يشتغلوا اصلا، they must be forced to do their job. فلا، مش الحكايه مش كده، مش انا مش ب exercise power over the employees. ده بره الموتيفيشن النهائي ان انا exercise power والكلام ده كله، انا ما اقدرش motivate people بالطريقه دي، ما اقدرش motivate people بالpunishment، ان انا punish employees وان انا ابقوا very strict معاهم و very aggressive و very assertiveness very assertive. فلا لا، مش هيبقى الوضع، مش هيبقى مظبوط. فالفكره كلها هنا في leadership، how to lead, how to motivate employees، اوكي، عشان كلنا نطلع بالشركة، عشان كلنا نحقق الاهداف، عشان كلنا نواجه الاكسترنال pressure اللي جاي من الcompetition واللي جاي من الاكسترنال environment واللي جاي من economy واللي جاي من government and so on. leadership هنا بيقول لي ايه leadership؟ the ability to communicate a vision influence others and gain their trust will be crucial to achieving your objectives as a manager and in turn those of the organization. طيب leadership معناها ان انا هcommunicate with people، هبتدي اقنعهم بالvision بتاعتي، الرؤية بتاعتي، هgain their trust، I'm trying to gain their trust، okay، احاول ان انا يبقى في ثقة متبادلة وما بيني وما بين الـ people أو الـ employees، وده شيء مهم جدا to achieve objectives، to achieve objectives. علشان أحقق الـ objectives as a manager أنا محتاج أ communicate مع الـ employees دول، تمام،
اقنعهم بالفيجن بتاعتي، اقنعهم بالرؤيه بتاعتي، اقنعهم بال مش معنى كده ان انا يعني احاول ان انا يبقى في تلاعب او ان انا يعني اقنعهم في حاجه هم مش مقتنعين بيها او مش عايزين يعملوها او كده، لا. بس از مانجر لازم انا يبقى عندي، او از ليدر شيب لازم يبقى عندي كاريزما هاو تو ديل وذ ايه وذ امبلويز، هاو تو موتيفيت ذم. تمام؟ ليه؟ عشان احنا بنحاول ان احنا نوصل للوين وين سيتويشن عشان احنا نحقق الاوبجكتيفز اوف ذا اورجانيزيشن. رايت؟ وات ميكس a good leader. What makes a good leader? Leadership can be described as the way a person guides, shows the way, or holds a group together. Leader ده هو بيبقى as a guide. هو بيguides employees. Okay, manager ده بيguide employees. A guide them, a coach them, in tasks, in responsibilities, how to do a particular task. لو في أي deviation ببتدي أخد corrective action. Okay, عشان أحل المشكلة أو عشان أرجع وأبص لي objectives بتاعة organization وإزاي أقدر إيه أحققها أو أوصل لها. فبنلاقي ان هو بيجايدز الانديفيدوالز، بي هولدز الجروب او الجروبس توجذر، اوكي، بيبتدي يقسم التاسكس، بيبتدي ان هو يشغل التيمز او الجروبس اللي عنده علشان نوصل للهدف بتاعنا، عشان نوصل ونحقق تو ريتش الاورجانيزيشنال اوبجكتيفز. Approaches to understanding leadership. طيب. أول approach عندنا عشان نفهم leadership صح، the trait approach. The trait approach. In which attempts were made to identify sets of individual traits that characterized effective leaders. The traits approach. الليدر ده لازم يبقى عنده سمات معينة، مش أي حد أجيبه وأقول ده ليدر، ده هيقدر يليد الإمبلويز. لا، it's about the personality of the person. The personality. Okay. سواء كان بقى شخص لا هو introvert, extrovert, بيبايز لحاجات معينة، متحيز لحاجات معينة والناس معينة، هو شخص aggressive, assertive، مثلا ما بيعرفش يديل مع people، مع employees، ما بيعرفش يتعامل مع customers، ما بيعرفش يتعامل مع business partners، ما عندوش فيجن، ما عندوش رؤية، ما بيقدرش ان هو to convince someone، ما يقدرش ان هو يقنع حد بحاجة. فده كله ما ينفعش، يعني الشخصية دي كده بالtraits دي، بالسمات دي، ما ينفعش تبقى ايه leader. فإن حد يبقى leader ده لازم يبقى ليها lead traits معينة، سمات معينة، characteristics معينة. ينفعش اجيب واحد واقول ده كده هيبقى ليدر عليكم وهو ما بيعرفش يعني communicate with people، ما بيعرفش ان هو يتعامل مع الناس، ما بيعرفش يحل المشاكل، ما بيعرفش ان هو يقنع حد بحاجة. كل ده ما ينفعش. تمام؟ فالindividual traits دي اللي بتقدر اقدر اقيم بيها ان ده هيبقى effective leader ولا. طيب situation theories which is sought to identify the leadership traits and behaviors that might be most effective in particular situation.
في situation theories بقى. طيب how to use these traits، ازاي هستخدم بقى التريتس دي، السمات بتاعته، او ازاي هوظف السمات بتاعه الليدر ديت في situations، in different situations. بمعنى لو في situation دلوقتي احنا في موقف معين، في مشكلة محتاجين لها solution. يعني مثلا احنا دلوقتي اتأخرنا على الكاستمر بتاعنا في ان احنا نطلع له الاوردر بتاعه مثلا، ففي ديلي. طيب الليدر هيهندل هنا القصة ازاي؟ الليدر هيستخدم التريتس بتاعته، السمات بتاعته في السيتويشن ده ازاي بقى؟ هيحاول يشوف الايرور فين بالظبط، المشكلة البروبلم فين بالظبط، مشكلة في الموظف اخر الورق، اخر الدنيا، يعني مثلا معرفش ان هو يديل مع الكاستمر كويس، معرفش ان هو مثلا عملية البرودكشن تأخرت، عملية الانتاج، هيحاول ان هو يجيب المشكلة فين بالظبط. تمام، هيحاول ان هو بطريقته او بذكائه بالحتة بقى هنا في الانتليجنس بقى وكده، ان هو يديل او يكوميونيكيت مع الكاستمر، يحاول يهديه، يحاول ان هو يعني يعتذر له بشكل ما، ويحاول ان هو انفستيجيت في الموضوع وياخد كوركتيف اكشن سريع جدا. عشان ايه؟ عشان تحل الايه؟ تحل المشكله. فاذا هنا استخدم المانجر، هنا استخدم التريتس، او الليدر هنا استخدم التريتس بتاعته. تمام، السمات اللي بتميزه، مش اي حد ينفع يبقى ليدر. تمام، علشان يهندل السيتويشن ده. Alright. طيب social process accounts which have sought to understand leadership as a social process rather than an interaction between an individual and a situation. قال لك في social process accounts هنا انا محتاج افهم leadership واتعامل مع leadership as a social process، مش بس هو عملية interaction بس between the individuals وال situations. طيب هو الموضوع مش موضوع control، نعمل واحد اثنين ثلاثة وخلاص، يعني ما بين، ما فيش هنا يعني في interaction، ماشي ما بين ال individual وال situation، بس في نفس الوقت it's a social process. ما ينفعش انا اجي communicate with you aggressively، ما ينفعش انا اجي اقول لك exercise power over you، اقول لك بص انت بتعمل واحد اثنين ثلاثة، ما عملتش ده هتترفض. فلا، ده لازم هنا يبقى فيه communication، ويبقى فيه trust، ويبقى فيه respect، يعني mutual respect ما بين الليدر والemployees. تمام، ما بين الليدر والريدي الناس اللي بتعامل معاها، مش جاست بس الليز. تمام، هنا بيقول لي leadership exists in the interaction between the leader and the followers. العلاقة دايما بتكون ما بين الليدر والفولورز، الفولورز دول هما بيفولو الليدر اللي هما الامبلويز. Specifically, rather than a command and a control style, the social process view requires leaders who are prepared to ask questions and involve others in determining what to do rather than offering an immediate solution or decisive action, not exercise power. Effective leader هنا أو social process اللي بتحصل إيه؟ إن أنا ببتدي ما اخدش قرار لوحدي، انا بارتيسيبيت وبانفولف الامبلويز معايا في عمليه اتخاذ القرار قبل ما باخد اي اكشن او ديسايسيف اكشن. تمام، و دو نوت اكسرسايز بقى باور اند كنترول، هي مش حته العظمه بقى اللي هو لا ده هنعمل كذا ومش لا، لازم انفولف و بارتيسيبيت الامبلويز وذ مي
وانا باخد القرار، وانا لو في مشكله وعايز احلها انت سواء. طيب في عندنا هنا نوعين من الليدرز، ترانزاكشنال ليدرشيب وترانسفورميشنال ليدرشيب. تمام، هنشوف ايه الفرق ما بينهم. ده سؤال برضو يجي في الامتحانات، ايه الديفرنس بين ترانزاكشنال ليدرشيب والترانسفورميشنال ليدرشيب. ترانزاكشنال ليدرشيب، ده ترانزاكشنال ليدر influences others by appealing to their self-interest primarily through the exchange of valued rewards for services or other desired behaviors. عارف عملية الاكسشينج اللي بتحصل؟ عملية خد وهات. انت مطلوب منك واحد اتنين تلاتة، اوكي؟ هتخلص التاسك ازاي؟ هتاخد مني ايه؟ هتاخد مني مكافأة كذا، الريورد بتاعتك كذا. فدي العلاقه كده، دي العلاقه في الترانزاكشن ليدرشيب، عمليه اكسشينج خد وهات. تمام، the relationship between leader and followers is seen as a series of rational exchanges or transactions that enable each to reach their own goals. انت تخلص لي التاسكس بتاعتك ديت، خلصها اون تايم، فانا هريتش الجولز، انا از مانجر هريتش الجولز بتاعتي، وفي نفس الوقت هديك انسنتيف، هديك مكافاه، فانت هنا هتحقق ايه؟ الهدف، حققت وصلت، خلصت التاسك بتاعتك، وفي نفس الوقت ايه؟ اخدت انسنتيف. فالموضوع كله هو وين وين سيتويشن، في حاجه مطلوبه منك عملتها خدت عليها ايه؟ خدت عليها مكافاه. Transactional leaders supply all the ideas and use rewards as their primary source of power. أول حاجة عندهم الـ primary source of power عندهم هو إيه؟ الـ rewards. عملت كذا هتاخد كذا. طب الـ transformational leaders بقى لا، they focus on a change within the organization. Change within the organization. إزاي؟ العلاقة هنا مختلفة. The transformational leader sometimes described as the charismatic or visionary leader inspires followers to do more than originally expected. Transformational leaders motivate followers to work towards goals that exceed immediate self-interests to strive for higher order outcomes. الفكرة هنا أنا مش بشجعك أنا عشان بس الفلوس، عشان تعمل لي تاسك تخلصها وبعدين تاخد عليها فلوس. لا، ده الموضوع أكبر من كده. ده أنا كليدر أنا بحاول إن أنا أخليك أقنعك بالفيجن بتاعتي، بالكاريزما بتاعتي، وببلد long term relationship with you. أوكي، بنحاول إن إحنا نقنع مع بعض. دي إحنا بس الهدف مش إن أنت تاسك وتخلصها وتاخد عليها ريورد وخلصنا، لا، احنا بنبص بقى على الهاير اوتكمز، بنبص على الهاير اوردر اوتكمز، مش بس السلف انترست، حاجه في مصلحتك وحاجه في مصلحتي، لا، ده احنا بنبص على الاورجنايزيشن جولز، او هاو تو ريتش، او هاو تو اتين ذا اورجنايزيشن جولز اوف ذا هاير اوتكمز اوف ذا اورجنايزيشن. اوكي، فالموضوع هنا مختلف. Let's see the difference between them. Transactional leader, في عندنا هنا دلوقتي characteristics of the transactional and transformational leaders. Transactional leader, في عندنا contingent rewards. مكافأة مشروطة. عملت واحد اثنين ثلاثة
اخدت كذا. تمام. Contracts exchange of rewards for efforts. Promises rewards for good performance. Recognizes accomplishments. يعني انت بتاخد reward according للإفورت اللي انت عملته. تفقى according للمجهود اللي انت عملته والgood performance وأدائك الكويس والإنجازات اللي انت حققتها والحاجات اللي انت وصلت لها. تمام؟ طيب. في عندنا management by exception. في عندنا الـ active one والpassive one. طب الـ active one watches and searches for deviations from rules and standards, take corrective action and then take a corrective action. هنا في management by exception في الـ active process ببتدي أشوف وأسيرش. احنا الاول المفروض بنحط المانجرز بيحطوا رولز بيحطوا ستاندردز عشان نمشي عليها، والمفروض الاداره الصح ان انا بلاقي الامبلويز ان هم تو ورك ان هم يشتغلوا، وببتدي بعد كده اجي اقيم اساس البرفورمانس اكوردنج للستاندردز والرولز اللي انا حاططها. واف ذير از اني ديفيجن، لو في اي ديفيجن عن انحراف عن الاوبجكتيفز باخد corrective action واصلح الـ deviation اللي حصل، الانحراف اللي حصل او المشكلة اللي حصل. تمام؟ طيب هنا بقى management by exception الـ passive acts الـ active intervenes only if standards are not met. انا بتدخل بس، انا هنا بقى ايه مش بسيرش وبواتش وبشوف ايه الاخبار وحصل deviation ولا لا عن الرولز والستاندردز بتاعتي، لا انا بتدخل only intervene okay if standards are not met. لو اصلا already ما مشيناش على او ما الامبلويز دول او الامبلوي ده ما مشيش على الستاندردز او الرولز اللي already set by the ايه ده مانجر. طيب they say fair معناها ايه هنا؟ معناها to avoid responsibility, to avoid making decisions. طيب انا هنا في transactional leadership المفروض مين اللي بياخد هنا القرارات decisions؟ المانجر. مين اللي بي take on responsibility؟ تمام المانجر. تمام. طيب المانجر بيبتدي ان هو يتل الامبلويز what to do، انا هتعملوا ايه. تمام. ومقابل ده بتاخد ايه الريورد المكافأة اللي احنا اتفقنا عليه. تمام. بالنسبة بقى الترانسفورميشنال ليدر هنا الكاركترستكس بتاعته ان هو عنده زي الكاريزما provides vision and sense of mission and styles pride gains respect and trust. كاريزما ان هو يقنع يبتدي provides vision يحط رؤية يبتدي يقنع الناس بالرؤية بتاعته. في عنده sense of mission كده دايما عنده يعني sense المهمة بتاعتنا عايزين ننجزها ونخلصها. And styles pride ان هو دايما بيوفر ان هو يعني فخور بالemployees بتوعه الستاف بتوعه. Gains respect and trust ودايما الشخصية ديت او الكاريزما دي والبرسوناليتي دي بنلاقيها دايما ان هي بتنول اعجاب الموظفين وبيبقى في ميوتشوال ريسبكت وميوتشوال ايه تراست، بيبقى في تبادل للثقة ما بين الموظف والايه والمانجر والعلاقة ما بينهم تبقى علاقة طبعا ايه علاقة كويسة. طب
inspiration. Communicates high expectations. Uses samples to focus efforts. Expresses important purposes in sample ways. طيب هنا في ال inspiration ان المفروض الليدر بي inspire others. تمام؟ بيبتدي communicate the high expectations. طبعا في حاجة اسمها expectancy theory عندنا هناخدها برضو في chapter ده وكنا خدناه في البيزنس 110. والمفروض ان انت كإمبلوي بيبقى expected منك شوية حاجات كده. expected منك انا كان في employer وفي employee صاحب العمل وفي موظف. الامبلوير بيبقى فيه expectations اوكي ان هو شايف ان انت مفروض تعمل الحاجات دي 1 2 3 4 5 whatever كم ان انت تقوم بالعمل بتاعك والرول بتاعك ودورك كذا وكذا وكذا وكذا. وبرده في نفس الوقت الامبلوي شايف انه لما يعمل 1 2 3 هو عنده expectations برده. ايه الاكسبكتيشنز بتاعته؟ ان هو يبقى فيه اكسترا بايمنت، يبقى فيه بونس، يبقى فيه انسنتيف حوافز، يبقى فيه اديشنال بنفيتس. تمام؟ فهنا الترانسفورميشنال ليدر بي كوميونيكيت الهاي اكسبكتيشنز. وطبعا زي ما احنا بنقول ان اوقات الاكسبكتيشنز دي بتوقع الواحد على جدول، لان الواحد بيبقى هاي اكسبكتد ان هو هيبقى في بوزيشن وهيبقى مش عارف يعني تبقى رايح مثلا بوزيشن اسيستنت مانجر بتلاقي نفسك بقى ايه عمال بتعمل فايلينج وبتعمل مش عارفه بتسكادجول ميتينجز والكلام ده كله. تمام فجاه مره واحده بتجيب القهوه للمدير مش عارفه بتعمل ايه. فلا ده كده لا ده كده انا مش اسيستنت مانجر ده انا كده اوفيس بوي يعني. لا في اكسبكتيشنز طبعا. فانا ببقى شايف ان زي ما انا بديك انت او زي ما انا امبلوي بديك شغل وبديك افورت وبديك تايم وبديك السكيلز بتاعتي والكواليفيكيشنز والاكسبيرينس بتاعتي، فلازم انت كشركه انت كامبلوير كصاحب العمل بقى نفسه او كمانجر انت لازم تقدرني ابريشيت مي من خلال بقى الفاينانشال ريوردز او الابريشيشن والريكوجنيشن اند سو اون. طيب بعد كده الانتلكتشوال ستيميوليشن بروموتس انتليجنس راشوناليتي اند كيرفل بروبلم سولفنج. طبعا هنا لازم دايما الترانسفورميشنال ليدر هنا ليدر هنا بيعمل ايه؟ ان هو بيبتدي يبروموت يشجع الذكاء والفكر والراشنال ديسيجن ميكينج والقرارات العقلانيه وان هو يبقى فيه كيرفول بروبلم سولفنج لو في اي مشاكل يحلوها بالراحه وياخدوا ستابس وينفستيجيت ويشوفوا ايه الريزنز بيهايند ذيس بروبلم اند سو اون. Individualized consideration gives personal attention, treats each employee individually, coaches and advises. هنا في transformational leader أنا ببتدي أدي personal attention كل واحد كل employee حقه عليا هو يفهم لو في حاجة معينة عايز coaching فيها عايز training فيها. فانا بعامل هنا treats each employee individually ببتدي اكوتش واجيب advices. تمام ببتدي ادي نصايح ابتدي لو في مشكله معينه مع employee بحلها individually مش بجيب الشعب كله ولا الموظفين كلهم وقدامهم نحل المشكله بتاعته او نشوف او نبين ان هو مثلا ما قدرش يعمل كذا وما قدرش يوصل لكذا. فده الـ effective leader وده الـ trans أو traits أو characteristics of transformational leader. تمام؟ Is it clear؟
تمام يا دكتور. تمام دكتور. تمام يا دكتور. Fails management processes. Fails جه قال لك احنا بنمر في B5 management processes. ايه بقى ال 5 management processes؟ قال لك اول process عندي هي ال forecasting and planning. المانجمنت او الليدر، المانجر ده او الليدر ده المفروض بيعمل اول حاجه، اول process في المانجمنت هي الايه، forecasting and planning. الكلام ده كله انتوا خدتوه في البيزنس 110. The manager must look ahead, assess the future and make provision for it. يعني دلوقتي لازم انا كمانجر افوركاست، اتوقع، يبقى عندي توقعات مستقبليه ايه اللي هيحصل قدام. تمام، لازم ابتدي ان انا اكون مجهزه نفسي، وزي ما قلت وهعمل بلان، ومش هعمل بلان واحده، انا لازم يبقى عندي ايه، زي ما يبقى عندي مثلا زي ما قلت لكم بلان بي. يعني بلان ايه ما نفعتش على طول بسويتش لبلان ايه، لبلان بي. تمام. طيب اورجنايزنج، واحده من المانجمنت بروسيس هي الاورجنايزنج، one that will allow the organization's activities and plans to be carried out. المفروض هنا دلوقتي المانجرز بيعملوا ايه، بيورجنايز الريسورسز بتاعتهم، اللي واحده منهم هي الهيومن ريسورسز والفاينانشال ريسورسز طبعا عندنا ريسورسز كتير، ناتشورال ريسورسز والهيومن ريسورسز والفاينانشال ريسورسز اند سو اون. المفروض هنا كمانجر بيورجنايز الريسورسز اللي عنده، بيورجنايز الاكتيفيتيز اللي عنده والبلانز بتاعته، بيهاندل البلانز بتاعته لي in order to carry it. Okay? In order to implement it. علشان ينفذها، تبتدي في التنفيذ. طيب leading. Manager دوره ان هو بي lead ال staff to secure their commitment to the organization and to the job. عشان يضمن التزامهم للشغل وللشركة. وفي الليدنج هنا هو بيعمل ستافنج كمان. تمام، في الليدنج ممكن هنا ليه دورين برضه، انه بيعمل محتاجين ستاف، فابتدي ان انا اجيب ستاف، عين هاير امبلويز. طيب وممكن يعمل هنا داون سايزنج، يلاقي ان احنا عندنا اعداد كبيره جدا في الشركه، موظفين ما لهمش لازمه. تمام، فعامل داون سايزنج، ابتدي ان انا اليمينيت النمبرز اوف امبلويز، ان انا اقلل عدد الايه، الموظفين اللي عندي. طيب بعد كده المانجمنت بروسيس الثالثه اللي هي الكوردينيشن، كوردينيتنج ذا مانجر اوف ا ديبارتمنت must be in constant touch with other managers to secure the coordination. حته الكوردينيشن دي مهمه جدا، عشان انا اديفلوب ا برودكت لازم يبقى في كوردينيشن ما بين البرودكشن ديبارتمنت والفاينانشال ديبارتمنت والبرودكشن ديبارتمنت والريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت. لازم يبقى في كوردينيشن بين اول ذيس اي ديبارتمنتس. ما هو ليه؟ طب يا دكتور عشان اديفلوب ا برودكت لازم الاول اعمل طبعا الريسيرش والديفلوبمنت بتاعي والريسيرش والماركت ريسيرش والدنيا دي، ولازم عشان اعمل الماركت ريسيرش واشتغل على البرودكت لازم اكون راجع على الفاينانشال ديبارتمنت عشان اشوف انا عندي بادجت ولا لا، عندي فاينانشال يعني فاينانشال سفيشنت فاندز اقدر ان انا فاند الريسيرش ده ولا لا، اقدر اديفلوب البرودكت ده ولا لا، وارجع لي الماركتنج ديبارتمنت عشان اشوف هعمل ايه وازاي هماركت للبرودكت ده وازاي هعمل له البروموشن بتاعته and so on. فلازم يبقى في greater coordination between ايه، between departments. تمام. After that controlling, there must be a system of control to discover what is happening or has happened and compared with what should have happened. Controlling بقى لازم يبقى في control system.
ان انا ابتدي اسس البرفورمنس وابتدي اشوف لو في اي ديفيشن، لو في اي انحرافات، لو في اي مشاكل حصلت، ديسكفر وات از هابينج، ايه اللي حصل، وابتدي انفستيجيت اشوف حقق بقى ايه اللي حصل وحصل ازاي وحصل ليه، وقارنه بايه اللي كان المفروض يحصل. يبقى ده دور المانجمنت، دور المانجر، دور الليدر في متمثله في الفايف مانجمنت بروسيسز دي. اول حاجه فوركاستنج اند بلاننج، after that organizing the resources okay and the organization activities, بعدين بليد الستاف تو سيكيور ذير كوميتمنت، after that coordinating طبعا ان انا keep in touch مع all departments all the managers of each department، وبعد كده بكنترول، بيبقى لازم يبقى في سيستم او كنترول سيستم عشان ادسكفر ايه اللي حصل وحصل ازاي وكمبير ده باللي المفروض كان يحصل. تمام، يبقى ده بالنسبه للفيلز مانجمنت اي بروسيس. طيب مينتسبيركس مانجمنت رولز قالك ان دور المانجمنت بيتمثل في انه انتربيرسونال او انفورميشنال او ديسيجن ميكينج. طيب ايه بقى الدور او المانجمنت رولز؟ اول حاجه الانتربيرسونال، ذا مانجر اكتس از ا فيجر هيد از ا رول موديل leads the staff، هو اللي بيليد الايه الستاف، leads between the organization and the people outside it، بي communicate between the organization and the people outside the organization. طيب ده كده الانتربيرسونال رول. طب الانفورميشنال رول، the manager هنا monitors the information flows within and outside the organization، يبتدي follow الانفو المعلومات اللي جو اللي عندي اللي انا بمتلكها ك organization وال outside the organization information that outside the organization. Disseminates relevant information to those who need it. يبتدي share information لكل individual محتاجها جوه الorganization. Acts as a spokesperson for the organization. طبعا هو مين spokesperson؟ في أي conference، في أي meeting، أي يعني مين spokesperson هنا؟ هو المانجر. Decision maker. The manager acts as an entrepreneur. Take a course of action intended to change something within the organization. If he wants to change something in the organization, هياخد decision. Okay. Didn't know he take some decisions regarding this a change. Reacts to events such as matching of people and jobs. ابتدي بقى الماتش ما بين ال people وال jobs وال tasks وال تمام، ابتدي بقى يعمل ال job specification وال job description لكل job، لكل وظيفة job specification for each a for each job وال job description. Negotiates with others، وهيبتدي طبعا هو حته بقى نيجوشيشن هنا ان هيبتدي يبقى في تفاوضات، تمام، وخصوصا بقى النيجوشيشنز هنا مع الكونتراكتس ومع الحاجات مع الناس الاكسترنالي اللي انا هعمل معاهم ديلز. تمام،
حته الماتشنج بيبل اند جوبس هنا طبعا مش المانجر لوحده اللي بيعمل كده او مش الهاير مانجر، لا طبعا بيستعين بالاتش ار مانجر عشان يبتدوا يشوفوا ايه الوظائف وايه محتاجين ستاف كام حد، ومحتاجين مثلا نعمل داون سايزنج يبقى قد ايه، ولا مش محتاجين اصلا نعمل داون سايزنج، احنا محتاجين ان احنا تو هاير employees and so on. ده كده بالنسبة للمانسبيرس مانجمنت. بعد كده عندي المانجمنت باي اوبجكتيفز، مانجمنت باي اوبجكتيفز اللي هي ما يسمى الإدارة بالأهداف. طيب it provides a framework for supervision in pursuit of agreed goals. The essence of management أو الـ MBO اللي بنسميها management by objectives is that instead of telling people exactly how to do their work, managers provide staff with tasks and assignments which have targets or objectives to be A to be reached. طيب طبعا المانجمنت باي اوبجكتيفز، اول حد اتكلم عن المانجمنت باي اوبجكتيفز هو بيتر دراكر، والحقيقه قال لك ان بدل الهدف من الـ MBO ان انا بدل ما اقول للـ employees هتشتغلوا ايه ولا هتعملوا ايه او how to do their work، ازاي هتعملوا ده، انا طبعا بحدد tasks okay؟ فانا حدد لهم التاسكس والassignments بتاعتهم، وطبعا التاسكس دي ليها targets وليها objectives okay؟ they need to be A achieved. ف management by objectives لقوها ان هي طريقه very effective، ان انا بحط لك tasks والtasks دي لها objectives واحنا we need to reach these objectives rather than telling you how to do your work your job okay، ازاي انت تشتغل او ازاي تقوم بوظيفتك. ده بالنسبة للمانجمنت باي اوبجكتيفز. اوبجكتيفز must be smart. smart. وانا بست الاوبجكتيفز بتاعتي، الاوبجكتيفز بتاعتي زي ما قلنا should be smart. be smart الاس stands for specific، الام measurable، الـ A agreed، الـ R realistic، والـ T timed. The objectives should be specific objectives. They must state clearly what is to be achieved. لازم تبقى very specific. Objectives بتاعتك لازم تبقى محددة. انت عندك في long term objectives وفي عندك short term objectives، احنا ما اختلفناش على عن ده، بس لازم يبقى specific objectives يعني اهداف، يعني ما احطش هدف انا مش بفكر فيه مثلا، او انا مش هو ده التارجت بتاعي، ولا مش هو ده اللي انا عايز احققه، مش هو ده اللي انا عايز اوصل له، لا measurable. لازم اقدر اقيس الobjectives بتاعتي. They must state how success will be measured. Okay, لازم أقدر assess وأقدر أmeasure ال objective بتاعي. Say أنا عايز أحقق أو sales volume بتاعتي تبقى أعلى من ال sales volume بتاعت السنة اللي فاتت بمليون مثلا. هقدر أmeasure ده؟ Yes، هقدر أmeasure ده. أحسبها بقى. شوف السيلز فوليوم بتاعت السنه اللي فاتت ايه وهكمبير ات بالسنه دي وبعدين احسبه عشان اقدر اشوف.
تمام. طب agreed, they must be agreed with the person who will carry out the objective. لازم نبقى متفقين عليها الobjectives دي. ما ينفعش انا احط objectives من دماغي واجي اقول للموظفين الاهداف دي احنا هنحققها هنحققها, لا لازم يبقى في حط انا كمانجر طبعا ليك الحق ان انت هتحط الobjectives, بس لازم تبقى agreed objectives, لازم نبقى كلنا متفقين عليها. عشان كده بنقول لازم الموظفين يبقى في بارتيسيبيشن في عمليه الديسيجن ميكنج في القرارات, وفي ان احنا نبقى مع بعض في ان احنا نشوف الاوبجكتيفز بتاعه الشركه, وان احنا هاو تو اتشيف ات, وازاي نقدر نحققها في وقت قريب, وازاي الحاجات اللونج تيرم اوبجكتيفز ازاي هنهندلها ان شاء الله. طيب رياليستيك, they must be achievable within the constraints of the situation and in alignment with the other objectives. The objectives هنا should be realistic, تكون واقعية, تكون they must be achievable, يعني هحققها هتتحقق. ما ينفعش اجيب حاجة من الخيال وقول ده انا هبقى, بص هبقى الماركت ليدر, ده انا هبقى انا كل الكومبيتيتورز دول هقضي عليهم وابقى انا يعني انا الفيرست وان ان ذا ماركت. وانا ماشي حلو الطموح, بس لازم يكون الاوبجكتيف بتاعك يبقى رياليستيك, يبقى واقعي. ما ينفعش اقول مثلا انا ما بقاليش سنتين في السوق مثلا والأوبجكتيف بتاعي ان انا ابقى احسن مثلا من رجال اعمال كبار جدا, ان انا مثلا ان انا السنه دي ولسه ما بقاليش سنتين في السوق, السنه دي هحقق 20 مليون جنيه ارباح مثلا. فده كده الموضوع ده كده مش رياليستيك, مش واقعي. تايم, there must be a target time set for achieving the objective. لازم تحط تايمينج, تمام. انت يعني الاوبجكتيف ده محتاج تحققه في وقت قد ايه, الهدف ده لازم يبقى هنا ايه الاوبجكتيف, هنا ايه يبقى تايمز. There must be a target time set for achieving a for achieving the objective. ده كده بالنسبه للايه الاوبجكتيفز و ال سمارت فريم ورك. يجي بعد كده المازلوس هايراركي اوف ايه اوف نيدز, ذا بيست نون ثيوري اوف موتيفيشن. طبعا خدناها في البيزنس 110. مازلوس هايراركي اوف نيدز, فجي اتكلم قال لك ان احنا عندنا 5 نيدز. قالك بنستارت from the bottom of the pyramid to the top of the pyramid. اول حاجه قالك النيدز, طبعا احنا بنبتدي من هنا من الفيسيولوجيكال نيدز, نيد فور فود ووتر سليب كلوزنج شيلتر اند سو اون. السيفتي, يو نيد تو بي secured, تمام, secured from any harm. طب love والbelonging, هنا بقى نسميها social needs, تمام. انت محتاج friendship, محتاج family, محتاج يبقى في companionship, تمام, يعني انت تحس ان انت بالاكسبتنس, الناس متقبلاك. سيلف استيم, سيلف استيم هنا انت محتاج ان انت في هنا ريسبكت, ان انت تبقى ريسبكت اوف اذرز, محتاج تحس ان
او respect by others، ان انت محتاج تبقى حاسس ان انت مقدر ومحترم من الاخرين، وانت في نفس الوقت بتحترم الايه الاخرين. ومن السلف استيم ان انت بتوصل للكونفيدنس، الثقه في نفسك، الاتشيفمنت. ونوصل في الاخر للسلف اكتواليزيشن، ذا توب اوف ذا بيرامد. تمام. وهنا السلف اكتواليزيشن بتوصلك ان انت ذا نيد تو بي ذا بيست وان، عايز توصل ان انت تبقى الايديال طبعا للكمال. طبعا يعني ده اللي جم بعد كده افتقدوا مازلوز، ان مفيش حد بيوصل للسلف اكتواليزيشن، لان دايما النيدز عندنا متجدده. انت بتخلص نيد بتظهر لك نيد تانية، بتحقق بتعمل ساتسفاكشن للنيد ديت بتظهر لك نيد تانية، تبقى محتاج ان انت تو ايه ساتسفايد and so on. وده الشرح بتاعنا، بنبتدي بالphysiological needs، the most basic human needs to be satisfied: water, food, shelter and clothing. Security needs: the need to protect oneself from physical and economic harm. Social needs: the need for love, companionship and friendship, the desire for acceptance by others. Esteem needs: the need for respect, both self-respect and respect from others. And finally, or at the top of Maslow's hierarchy, self-actualization needs, وهنا the need to be the best one can be. تمام؟ ده بالنسبة للمازلوز hierarchy of needs. طيب الـ expectancy theory. طب الـ expectancy theory، احنا دلوقتي لما بنقول ان احنا بندي effort، تمام، علشان احنا عايزين نوصل ل reward، اوكي، او يعني نحقق او يبقى ناخد مكافأة، فبنعمل effort. الافورت ده بيتحول ل بيرفورمانس، الاداء. لازم ادائي طبعا يبقى اداء acceptable performance that will produce the desired reward. But effort, the employee believes that effort will result in acceptable performance. ده كemployee believe that ان كل ما انت اشتغلت على نفسك وكل ما عملت performance محترم، كل ما الاداء بتاعك كان كويس، كل ما get a reward اللي انت عايزها. هنا في reward the employee values the reward. طيب خلينا let's see the explanation of the expectancy theory. A person who wants something and has reason to be optimistic will be strongly motivated. يعني كل ما انت كشخص عندك حاجة عايز توصل لها وعايز تحققها ودايما عندك تفاؤل ان انت يعني هتوصل وتحقق الهدف بتاعك، فبيبقى عندك motivator، انت بتبقى يعني motivated ومتحفز ان انت تعمل ده. In contrast, if you do not believe you are likely to get what you want, you may not be motivated to try to get it. اوكي، لو انت اصلا يعني مش مقتنع بحاجة وان مثلا ان انت يعني مش motivated او مش مثلا مش متحفز لحاجة، عمرك ما هتوصل لها، او عشان توصل لها الوصول دي هيبقى صعب. تمام؟ زي كده بالضبط لما بنتكلم مثلا انت كستودنت، you want او you need to a to pass in B1 to 3 course، تمام، with مثلا grade A.
فانت دلوقتي عندك اهو نيد ان انت عايز تنجح وتعدي تو باس الكورس. طيب ففي دايركتد جول، انت في جول دلوقتي، في هدف هو اللي بيحركك، تمام؟ طيب فده في الاخر لو انت موتيفيتد، لو انت الجول ده عندك وانت متحفز وانت حاسس ان انت تقدر تعمل ده، وان انت هتلاقي نفسك الموتيفيتر بقى شغال، هتقعد تذاكر وتحاول ان انت توجت هاي ماركس في الاكتيفيتيز وفي الكويزز وفي البارتيسيبيشن وفي وتحضر كل المحاضرات، وتحاول تلاقي نفسك بتعمل افورت رهيب عشان توصل للاكسبتبل بيرفورمانس، تمام؟ اللي هيوصلك للريورد في الاخر. الريورد بتاعتك هي ايه؟ هي اللي انت هتنجح وهتجيب ايه، يو ويل جيت ايه، تمام؟ Manager should be transparent with employees about opportunities for advancement. According to expectancy theory, your motivation depends not only on how much you want something, but also on how likely you are to get it. طيب الفكرة ان المانجرز لازم يكونوا واضحين مع، يبقى في شفافية، يبقى في وضوح مع الموظفين. طب ايه الopportunities of advancement؟ ازاي انا هقدر ان انا اتقدم وان انا اكبر في وظيفتي، تمام؟ فلازم يبقى في يعني طبعا زي ما احنا قلنا ان في طبعا حاجات expected بتبقى من جهة الemployer، وفي شوية حاجات expected from the employees، تمام؟ فده لازم يبقى best motivator. المانجر لازم يبقى برضو best motivator للemployee، اوكي؟ ويبتدي ان هو يعرفه ايه مثلا، ايه الفرص الopportunities اللي عنده، ازاي ممكن هيتقدم، ازاي ممكن هيبقى عنده ايه يعني جراف في الايه، في المهارات وفي السكيلز والكواليفيكيشنز اند سو اون، تمام؟ فهنا بيقول لك ان يور موتيفيشن هنا ديبندز نوت اونلي هاو ماتش يو وان سمثينج، انت ممكن تبقى عايز حاجه قوي حلو، يعني عايز توصل لحاجه قوي، بس هوصل لها ازاي، بات اولسو ان هاو لايكلي يو ار تو جيت ات. يعني دلوقتي عايز انجح وعايز اخلص الجامعه في 3 سنين ونص، وعايز بعد كده مش عارفه اسافر بره ومش عارفة. طب ده كلام حلو وجميل جدا، بس هوصل لده ازاي؟ فلازم يبقى فيه بقى هنا يعني بتحط بلان بقى، وتبقى موتيفيتد ان انت تخلص، والجول بتاعك بيبقى قدام عينيك على طول، وترجع لو في اي مشكله او في اي ديفيجن ترجع تاني يعني قصة يعني. فده بالنسبة للإكسبكتنسي إيه ثيري، وده أوريدي خدناه برضو في الإيه في البيزنس وان تايم. الموتيفيشن من دي من ضمن هي والمازلو من ضمن الإيه الموتيفيشن إيه ثيريز. طيب في حاجة عندنا اسمها ذا سايكولوجيكال كونتراكت، ذا سايكولوجيكال كونتراكت. It represents the mutual beliefs, perceptions, and informal obligations between an employer and an employee. ده مبدئيا كده the unwritten contract. بيبقى ما بين الـ employer والـ employee، صاحب العمل والـ الموظف. بيبقى ايه psychological contract؟ ان بتبتدي بقى نقعد مع بعض كده اقول لك ايه الـ expectations بتاعتي، وايه الاكسبكتد انا كامبلوير، ايه الاكسبكتد بيهيفير فروم يو، وايه الاكسبكتد اوتكمز، ايه الاوتكمز المفروض ان انت هتطلعها، وفي نفس الوقت انا ك امبلوي باجي بتكلم مع الامبلوير اقول له طب انا الاكسبكتنسي بتاعتي او مثلا الاكسبكتد بنفيتس، الاكسبكتد بايمنت، المفروض انا متوقع ان انا هديك الشغل الفلاني بس مقابل ده في benefits، في payment، في and so on، تمام؟ It sets the dynamics for the relationship and defines the detailed practically of the work to be done.
It's distinguishable from the formal most written contract of employment, which for the most part only identifies mutual duties and responsibilities in a generalized form. طبعا احنا زي ما قلنا ان ال psychological contract it differs from او طبعا مختلف عن ال A عن ال formal A written contract. Psychological contract مفروض ان هو he provides as the individual يعني او an employee ان هو he provides the expectations of the employee of the individual تمام وبرضه في نفس الوقت he provides the organization a expectations from the a from the employee تمام وده ال individual expectations from the a the employer or the organization. The psychological contract is essentially a set of expectations. The individual has a set of outcomes or rewards that he or she expects in return for doing the work of the organization. طب انا بشتغل بعمل التاسكس مطلوبة مني طب in return بقى ايه الoutcomes ايه العائد عليا ايه الrewards العائد عليا ايه البنفيتس العائد عليا in paid work part of this would be the person's wages طبعا في قصة بقى الشغل paid work هنا برجع بقى اشوف ايه طب الwages البروموشن الفيدباك الستاف ديفلوبمنت طب ايه العائد بقى عليا المرتبات الاجور البروموشن الترقيات نظامها ايه الفيدباك الستاف ديفلوبمنت طب في تريننج في كورسز في كوتشز اند سو اون similarly the organization has certain expectations of what it wants the individual to contribute to the work في نفس الوقت برضو الorganization الemployer بيبقى فيه expectations هي عايزة ايه منك كindividual تمام to contribute to the work of the organization and certain rewards and outcomes that it will give the individual in return وفي مقابل كده انت بتدي work هم بيدوا returns هم بيدوا in return rewards و additional benefits طيب في نفس الوقت هم بيدوك البايمنتس والريوردز والبنفيتس مقابل ده انت محتاج ان انت تو يعني exert some effort in order to get rewards و payments و and the additional benefits تمام برضو in this chapter هنتكلم عن الـ employee empowerment. الـ employee empowerment is the strategy, a philosophy and philosophy that enables employees to make decisions about their jobs. طبعا فكرة تمكين الموظف وده برضو خدته في الـ business one-time. فالـ employee empowerment إن أنا to empower someone, إن أنا to empower the employee to make the decisions about their jobs without any intervention من غير ما اتدخل في ده well employee empowerment helps employees own their work and take responsibility for their results وده هيخلي الموظف ان هو to take responsibility ياخد المسؤولية ويشيل المسؤولية بس about about their jobs هو بياخد the decisions make decisions about their jobs take the responsibility of or take the responsibility for for their results تمام employee empowerment helps employees serve customers at the level of the organization where the customer interface exists طبعا حتة ال employee empowerment ده هيساعد ال employees ان هم ما كون كل ما كان عندهم الباور وكل ما هم كانوا يعني هو انا لما بعمل employee empowerment انا هنا بشجع ب encourage الامبلوي ان هو يبقى عنده
ياخد قراراته بنفسه، وبالتالي هيبقى عنده سيلف كونفيدنس، هيعرف ان هو هاو تو تريت ويز ذا امبلوي اذا كاستمرز، ازاي يقدر يواجه اي مشكله مثلا او ازاي يقدر يحل اي مشكله مثلا مع الكاستمرز اند سو اون. ففكره ان انا باينباور البيبل او باينباور الامبلويز اللي عندي في الشركه، تمام، ده انا بخليهم ان هم تو تيك ريسبونسابيلتي اوكي اند ميك ديسيجنز اباوت ذير ايه اباوت ذير جوبس، ويتحملوا الريزلتس اوكي نتيجه ايه نتيجه اتخاذ قراراتهم. تمام، في نفس الوقت لو حصل اي مشاكل انا مش بتخذ موضوع بقى ايه مش بروح بقى او بتجه للبانشمنت، لا ما ينفعش. تمام، زي ما احنا قلنا اني بدي فرصه اني عادي الامبلوي يغلط ونصحح الغلط، مفيش مشكله. تمام، طيب طب ايه الريزنز فور انفولفمنت اند امبولمنت؟ ايه الريزنز فور انفولفمنت اند امبولمنت؟ ليه انا بتجه لده؟ They can bring about enhanced commitment from employees. طب انا لما بدي يعني اما بدي صلاحيه للموظف ان هو ياخد القرار ويشتغل وان هو ما يبقاش مثلا مرتبط جامد مثلا بقراراتي او لا، ان هو يبقى انفولفد معايا وان هو يبقى باينباور الموظف ده، فانا بكده بحسن الكوميتمنت بتاعه، التزامه تجاه الشركه. تمام، التزامه بتحقيق الاهداف بتاعه الشركه بتاعه المنظمه. فكل ده طبعا بينهانس البرودكتيفيتي، بينكريس البرودكتيفيتي بتاعه الموظف ده، بينكريز البرودكتيفيتي بتاعت الشركه، بنحقق بنوصل للاوتكمز بتاعتنا بسهوله. وحته الانفولفمنت والامباورمنت، خلي بالنا ان ده كمان هي يعني دي كده موتيفيتور للامبلوي. اوكي، فحته الامباورمنت فانا بموتيفيت كده الامبلوي ان هو ياخد ديسيجنز وبشجعه، ولما بشجعه فانا كده بكسر من التزامه اتجاه الشركه، التزامه من خلال تحقيق الايه او التزامه بتحقيق الايه organizational objectives. They can encourage all workers to pull in the same direction. طبعا فكره ال empowerment، احنا كده بشجع الworkers ان هم تقول ان pull in the same direction، كلنا بنشتغل في وي واحد، كلنا بنشتغل علشان in order to achieve the organizational objectives. تمام، هو الهدف الاول وفي الاخير وفي الاول وفي الاخر ان انا احقق اهداف الشركه، اهداف المنظمه. طيب increased مع زيادة الكمبيتيشن والانستابيليتي والانسرتينتي in the global economy mean that managers can no longer have the capacity to issue command which simply require unquestionable implementation. الفكرة كلها ان مع زيادة الكمبيتيشن وان بقت الانفيرومنت انستابل وان بقى في انسرتينتي، تمام، فالمانجرز مش هيقدروا يهندلوا ده لوحدهم، مش هيقدروا ان هم يهندلوا الدنيا لوحدهم، فلازم وجود، لازم يبقى فيه employees involvement، لازم يبقى فيه employees empowerment، تمام، علشان يساعدوني ويبقى كده ايد في ايد ونقدر ان احنا to implement البلان بتاعتنا وان احنا نجو towards the achieving of our objectives or the achievement of our objectives. The cost of maintaining hierarchies are increasing. طبعا فكرة ان او الكوست ان انا ابتدي ادلجت بقى واعمل يعني اعمل staffing وبقى في hierarchy والstructure بتاعي وان يبقى عندي زي كده levels of بقى يعني management levels of people وان انا حد تحت حد تحت حد تحت حد، فلا طب ما هي برضو الهيراركي ديت يعني ليها كوست، في تكلفه. تمام،
في سالاريز بتدفع، طب واي نوت ان انا ما يبقاش عندي كل اللايرز دي ويبقى عندي اخف من اللايرز، لان انا طبعا اللايرز دي كلها بت كوست مي، وفي نفس الوقت ان انا امباور الموظف ان هو ياخد ديسيجن، بس مش ياخد ديسيجن قرار يعني استراتيجي يغير في مجال، او يعني يحط يعني يعمل قرار استراتيجي بقى يغير في البلان او الكلام ده كله، لا قرارات about their jobs، يعني في الحتة اللي هم متخصصين فيها في شغلهم في الجزء بتاعهم، تمام؟ فكده انا بريح الدنيا وبسهل عليهم. طبعا طالما انت اللي هتاخد القرار ان انت تعمل ده فانت المسؤول عنه، تمام؟ وهو بيبقى قدامي committed ان هو يخلص التاسك ديت، او وهو مسؤول عن الديسيجنز قدامي اللي هو اخدها. فده طبعا بيسهل كتير قوي على المانجرز وبيسهل على الامبلويز برضو، تمام؟ this is our chapter today. I think it's easy chapter. احنا معظم الحاجات دي اخدناها في البيزنس مونتر. Is it clear؟ تمام يا دكتور. Any question regarding this chapter؟ كله مفهوم الحمد لله. مش صعب يا دكتور، فمش هيك سهل مفهوم. دكتور انا كنت عايز اسال حاجه بس على الكويز. دكتور ايوه ماله الكويز يا حبيبتي؟ انا امتحنته الاسبوع اللي فات والتوقيت كان ظاهر كانه توقيت دوله الكويت، ده عادي يعني؟ الكويز ولا الاكتيفيتي؟ الكويز، لا الكويز مش الاكتيفيتي. عادي تمام اوكي شكرا.